ومن الشرق للغرب، وديما في القلب واش كاين؟ كاين غير اسفي اسفي اسفي. كيقولوا عليكم عبده عبده جرحي الكبده، انا نقول عليكم عبده عبده عليكم ربي الكبده. معك رحمن بن يوسف من مدينه من مدينه غردايه جنوب الجزائري، موظف لدى بنك الجزائر الخارجي وكاله غردايه. اول حاجه، انا قبل ان يكون عشقي اولمبيك اسفي، انا عشقي الاول لمدينه اسفي. صدفه غريبه، جيت في 2016 المغرب، اول زياره لي المغرب، كنت في مدينه الدار البيضاء كازا. من كازا مشيت لمراكش، في رحله العوده كتب ربي اني نجي لهذه المدينه، من السياره كانت جايه وتعطلت. المهم دخلت المدينه هذه ما نعرفش اي حاجه ليها. اول حاجه بدت في واحد فندق، يقولوا فندق فرح حدا المحطه. قدام داك الصباح حكم طاكسي، قلت له ديني نشوف المدينه هذه اسفي هذه. حطني حدا باب الشعب، حدا سيدي بودان. دخلت ما عرفت والو، شربت شريبه، لقيت روحي قاعد في قهوه، لقيت روحي نهضر مع ناس ما نعرفهمش، لقيت روحي بحال راني في مدينتي. ناس الله يبارك الله يعمر هذا ظراف. من تماك بديت نحب هذه، بديت نحب اسفي. الليله اللي كنت فيها لهنا كانت 17/9/2016، كانت ذكرى تاسيس أطرس الشرق في 2016، ديك العاشرة أنا ما أعتقد. الليلة هذيك لقيت روحي راه في الدرابو تاع آسفي وندور ورايح سيدي بوزيد، من تماك بدات العلاقة. هما آسفي النهار اللي دخلتها، يعني أنا كنت نجي المغرب، نجي لكازا، كازا مباشرة آسفي. آسفي ناس أطراف الله يعمرها دار، يعني كيما تقولوا أنتم بالمغربية دراويش، حنا نقولوا بالجزائرية الزوالية، ناس قدم قد رواحهم. ما عندهمش مشكل مع انسان غريب ولا يتاقلموا مع انسان غريب، في نفس النهار تاقلم معاهم، دقيقه تاقلم معاهم، غير تدخل تاقلم معاهم. يرحبوا بالضيف، ما عندهمش مشكله تاكل تشرب تروح، ما عندكش. الحاجه اللي حيرتني ودائما كندوي عليها في الطابط المرصع، الحوت. الحوت احنا في الجزائر يدير 60000، هنا الحوت يتلاوح. يعني انسان ما عندوش، ما كاينش ما عندوش في هذه البلاد، يعني لقط الحوت ياكل. هذه المدينه الوحيده اللي شفتها في مشيت كازا، مشيت مراكش، مشيت فنيدق، مرتين، مش الحاجه كما اسفي. فريق اولمبيك اسفي ومدينه اسفي. كنت الحمد لله يا ربي مشيت معهم من تونس، نهار اللي لعبوا في تونس مشيت بالسياره تاعي من الحدود، تفرجت الماتش عاد رجعت لمدينتي. ونهار اللي كانوا لاعبين مع جده جيت لهنا في 2020، نهار اللي لعبوا مع اتحاد جده جيت لهنا اسفي. هو هضريف، هو هضريف، ناس هضراف. انا ابسط حاجه كي نجي لاسفي نضرب شريبه في باب الشعبه ونقعد نصطالي مع راسي، الحمد لله يا رب. والله الا كان خديت تقاعد نسبي نجي لاسفي. ما نعيش في حتى مدينه مغربيه، في اسفي في الجنوب ولا في الشمال ولا في الشرق ولا المهم في اسفي وصافي. ملي تدخل في يعني في المجموعه تاع المشجعين تاع اسفي تحس روحك بحالك مع خاوتك مع داركم، مع بحالك في مدينتك في بلادك مع خاوتك مع احبابك، ما تحسش في فرق كبير. راه بحال العائله، انا الشيء اللي حببني فيهم بحال العائله. نشوف فيهم الله يبارك يتبرعوا بالدم، نشوف فيهم واحد المبادرات انسانيه، ينموا القش الناس اللي ما عندهمش يعاونوهم، يعاونونا في ايامات كورونا شفتهم في الازمه تاع كورونا يجيبوا يعني المواد الغذائيه ويعاونوا الناس اللي ما عندهمش. ما تلقاهاش في شيء يعني مشجعين تاع فرق واحده اخرى، فرق مغربيه ما تلقاهاش نفس يعني واش نقول نفس الحضاره ونفس الثقافه اللي عند مشجعين اولمبيك اسفي. كيتعاونوا مع بعضهم، كيتعاونوا مع الانسان اللي ما عندوش، يدير واحد المبادرات خيريه، يصبغوا البلاد، ينظفوا المدن، يدير واحد المبادرات انسانيه. انا واحد منهم، عادي انا تناسق معاهم، عندي اتصالات. امس كانوا في الزاويه، في الزاويه كانوا دايرين واحد الجداريه رسموها ما شاء الله، كنا مع بعض. ومني كنكون معاهم نحس روحي بحال مع خاوتي، ما نحسش حتى فرق. اول حاجه هذا الشيء قليل، هذا الشيء قليل والله والله. يعني لو كان العينين او القلب يقولوا نمدوا لهذه المدينه نمدوا لها، واخا ما عنديش. كيقولوا لي بالك عندك عائله، عندك اب لهنا، الاب انا جزائري والام جزائري، ولكن شي حاجه الله الله غير حاجه ربانيه تخليك تحب هذه البلاد وتكسب هذه البلاد. انا نحير في الناس اللي عايشين برا وسامحين في البلاد هذه. واخا انا تزيري، غير نمشي لتزاير نتوحش ريحه اسفي. نهار اللي جيت سجدت في قدام الطاجين قلت لهم خلاص شميت تحت اسفي بركات. قالوا لي بالك شي حاجه، بالك شي عمل شي سحور. قلت لهم اذا كانت سحرتني كاع مدينه كومبلي معليش. والمبادره هذه درتها هذه تعبير يعني ولو شي قليل، ما نعطيكش رد الجميل تاع مدينه اسفي والشعب اسفي. الناس دياوله، الناس دياوله. وراهي مدينه الصلاح،
يعني ملي كتدخل لك تحس بواحد الراحه، واحد الراحه نفسيه راه ما يحسهاش انسان وليد اسفي. واخا غير يخرج من اسفي كيحسها، تخرج ليها تعاود ترجع بحال الحوته من الماء، تخرج من البحر ماذا بيك تعاود ترجع. ملي كنشوف المباراه واخا نكون في الجزائر الحد، ثم حنا عطله خدامين الحد، ثم الحد عطله رسميه، واخا ملي نخرج من الخدمه ولا كندير في الخدمه البورطابل نخدم نبدا نتفرج صاحبي يطلعوا لي نيلات ودغيا داك صاحبي الفرق فين ماشيه وحنا فين ماشيين. المدينه هذه خاصها يعني تكون عندها مكتب، مكتب الله يبارك يكون على الاقل من لي جوالي زونسيا ولا من المسيرين القدم ولا الناس اللي جابت لي تير لهذه المدينه، خاصهم هما يكونوا شادين فريق. مدرب كبير مثل بدرو زاكي رشيد طاوسي شي مدربين يكونوا في قيمه المدينه هذه الله يبارك. ما عنديش علاقه معه، والله ما عندي حتى علاقه معه، ولكن نتمنى من الله يجيب لنا شي مسيرين ملاح وشي مدرب ملاح باش تطلع قيمه، تطلع قيمه المدينه وتطلع قيمه الفريق هذا تاع المدينه ان شاء الله يا رب. واخا عندي معلومات قليله عليه، انا كان كيما درب الوداد انا معتقد الوداد وبعض الفرق المغربيه، ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يا ربي يدير الاحسن ويدير اللي ما داروش مدربين اخرين يديروه ان شاء الله. واخا وليد المدينه يكون عارف واش كاين في المدينه وعارف لي جوار ديال المدينه هذه وعارف واش كاين في المدينه هذه، يمكن يجيب لنا ان شاء الله بربي الافضل. خاصنا نضامنوا مع بعض مع الفريق هذه، واخا كنشوفوا النتائج ولكن خاصنا نضامنوا، حيت ما عندناش هذا واش عندنا في المدينه هذه اسفي، ما عندناش شي حاجه تمثل المدينه من غير الفريق هذه. خاصنا نضامنوا مع بعض نديروا ليد في ليد واللي فيه الخير ان شاء الله للفريق هذا والبلاد هذه ان شاء الله. يا واش نقول، نقول الله ان شاء الله بربي الله يصلح الاحوال بين الشعوب. ونقول الميساج لخاوتي الجزائريين، انا ملي كنجي لمدينه كنجي لدوله المغرب والله من المطار غير تحطك طياره والله ما تحس روحك غريب، والله تحس روحك في بلادك. تجي المدينه هذه اسفي والله لا العظيم ما تحس روحك غريب، واخا انا جزائري نلبس درابو نلبس تريكو المنتخب عمري ما يقول لي واحد شي كلمه اللي يضرب، بالعكس نشوف الناس يحبوني يحبوا يصوروا معايا يحبوا، هذه حاجه من عند ربي سبحانه ان شاء الله يا رب. الفريق يا ريت يا ريت ان شاء الله بربي، احنا في المدينه ديالنا ما عندناش فريق كيلعب في القسم الاول، ولكن نتمنى شي فريق بحال المولوديه ولا يجي لهنا مدينه اسفي يلعب. واخا كتصاور هنا لعبت الصوره ديال البشار لعبت لنا مباراه وديه مع اولمبيك اسفي، هما شافوا الاجواء وشافوا ترحيب وشافوا كيف الاجواء اللي هنا عامله في المدينه هذه. اخيرا بمناسبه ذكرى استقلال المغرب 18 نوفمبر نتمنى لكل الشعب المغربي عيد استقلال سعيد، مزيد من الازدهار والتقدم والرقي للدولة المغربية وللشعب المغربي. تحية لكل الشعب المغربي من الشمال للجنوب من طنجة للقويرة، تحية خاصة ملء المحبة لكل سكان مدينة اسفي من الشمال للجنوب من سيدي عبد الكريم حتى الاموني والكوكي ومن الشرق للغرب، وديما في القلب واش كاين، كاين غير اسفي اسفي اسفي. كيقولوا عليكم عبده عبده جراحي الكبده، انا نقول عليكم عبده عبده عليكم ربي الكبده.